السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم، وهذه لا فيديو 4 من لا سيري ديال ايكما سكريبت. لي نوفوتي ديال لوكاي تشارج ابليكاب على جافا سكريبت. الوغ دابا غادي نتعلمو اون نوسيون جديدة وهي تايب بروتوتايب ميثودز. شنو هاد بروتوتايب ميثودز؟ نعطيكم ان اكزومبل. مثلا ملي تيكون عندي ان اوبجي كونست بيرسون على هاد الشكل هذا، ونافيكتي ليه ان اوبجي اللي هو فيه جوج ديال ديزانفورماسيون، مثلا لاتريبيوت نيم، ونافيكتي ليه اون فالور مثلا هي محمد ابراهيم، والدوزيام اتريبيو يكون هو ايج 35 عام. دونك دابا عندي ان اوبجي، وليني تصوروا معايا بغيت نكري دي زوبجي ديناميك، يعني هاد ديزانفورماسيون نيم اي ايج نعطيهم ديزانفورماسيون ديناميكمون. انا في هاد لوكا غادي تقول لي الحل هو اننا نديرو اون كلاس ونبقاو انستونسيو دي زوبجي. وي ايفيكتيفمون سي لا بون سوليسيون، ولكن تعرفوا بان جافا سكريبت ما كانش فيها لا نوسيون ديال كلاس. راه كاينه لا نوسيون ديال البروتوتايب ميثودز. راه في هاد لوكا شنو تنديرو؟ تنكريو اون فونكسيون، فونكسيون افيك ان نو بريفيرابل، لان غادي تلعب الدور ديال اون كلاس، بحال اون كلاس مي سي با اون كلاس. دونك هنايا في هاد لوكا خاصني نستعمل باسكال كيس. راه ندير اون ميثود سميتها بيرسون، وهاد لا ميثود بويسكون بغيت يبقى يروتورني ليا ان اوبجي فيه دوز اتريبيو نيم اند ايج. راه في هاد لوكا غادي نكريي جوج ديال لي بارامتر، الاول غنسميه نيم والثاني غادي نسميه ايج. وبالنسبه للكونتنت ولا الكونتوني ديال هاد لا ميثود، ما هو الا انيسياليزاسيون ديال دوز اتريبيو. الوغ نديرو 10 دوت نيم، ونافيكتي ليها شنو؟ لا فالور لي ديزا كون بارامتر لي هي نيم. دو لا ميم مانيير بالنسبة للدوزيام، الوغ 10 دوت ايج، ونافيكتي ليها لا فالور لي ديزا بارامتر ايج. ليش يشبه ليكم هادشي؟ يشبه ليكم الكونستريكتور ديال اون كلاس. وي ايفيكتيفمون. الوغ دابا بويسكو عندي اون كلاس على هاد الشكل، باردون اون فونكسيون على هاد الشكل، تيمكن لي انستونسي من ان اوبجي، لان شحال هادي ما كانش عندنا نوسيون ديال لا كلاس في جافا سكريبت. كان عندي لا كلاس اللي هو سو فورم دون فونكسيون على هاد الشكل هذا. دونك دابا باش يمكن لي انستونسي يسوفي ندير مثلا كونست، غنحاول نوقف هاد لوبجي هذا، غادي ندير كونترول سلاش باش يولي سو فورم دون كومونتير، ونكري دابا ان اوبجي نسميه بيرسون. الوغ باش انستونسيو ان اوبجي تنديرو نيو، لوبيراتور نيو، اي لا ميثود اللي هي بيرسون، درنا بي ماجيسكول اي باسكال كيس. الوغ باش نينيسياليزي دابا ان اوبجي فيه ان نو اي ان ايج، الوغ دوز بارامتر الاول هو اللي يلعب الدور ديال نيم. الوغ فهاد لوكا ندير مثلا محمد ابراهيم، بيان سور تنتوما يمكن ليكم ديرو لي نو ديالكم. الوغ دوزيام هو اللي تياخد اون كونسيديراسيون هو الايج، دونك ندير 35 بوان فيغكول. فوالا هكذا انستونسي دابا لوبجي. اجي نشوفو لو كونتنت ديال هاد لوبجي. يسوفي ندير كونسول دوت لوك، تبعو معايا مزيان هادشي اللي تندير، ومن بعد ما نسالي حاول تفهم، اي او ميم طون حاول انك تابليكي هادشي، سي تري تري امبورطون. دونك غادي نفيزواليزي بيرسون اللي هو لوبجي انستونسي اونغوجيستري. فوالا دونك دابا غادي ندير نود اندكس دوت جيس لوك، بديت انني نكري ان اوبجي بنفس لا ستركتور ديال قبيله، وهكذا تيولي عندي لا بوسيبيتي كري دي زوبجي ديناميكمون اللي هو سو فورم دا بيرسون دون بيرسون اللي هو فيه نيم اي ايج. هكذا تيمكن لي نكري انستونسي دوتر اوبجي. الوغ الفرق ما بينه وما بين اون كلاس اون فري كلاس هو ان اون كلاس تيكونوا فيها لي زاتريبيو اي لي ميثودز. الوغ فهاد لوكا ميمكنش نديكلاري اون ميثود هنايا. الوغ لا بوسيبيتي باش نكري اون ميثود يسوفي نجي تحت لا ديكلاراسيون ديال هاد لا فونكسيون اللي تلعب الدور ديال اون كلاس، و نعيط على لو نو ديال لا ميثود اللي هي هادي. دونك ندير بيرسون بي ماجيسكول دوت بروتوتايب، كاينه واحد لوبجي سميتو البروتوتايب اون جافا سكريبت. هنا باش نكري ان بروتوتيب لهاد لا ميثود بيرسون، الوغ نسمي مثلا لا ميثود اللي بغيتها تكون وسط هاد لا فونكسيون، نسميها سبيك. الوغ شنو غادي ندير في هاد سبيك؟ غنابليكي ولا انفيكتي لها اون فونكسيون، فانكشن، اون فونكسيون انونيم، فانكشن على هاد الشكل، ندير لها لي بارونتيز، بون ما نعطيها حتى شي بارامتر، اي ابخي نعطيها انكور. شنو بغيت ندير؟ بغيت نافيشي الوغ كونسول دوت لوغ ديالاش، كونسول دوت لوك ديال مثلا
سلام اي ام شكون دونك غادي ندير باش انجيكتي اون فاريابل وسط اون شين دو كاركتر تنديرو لي سينجل كوت انكليني هادي اللي شفتو دابا وباش انجيكتي لو نوم مثلا ديال لا بيرسون دونك عندي واحد بروبريتي سميتو نيم الوغ باش نافيكتي افيشي وسط لا شين دو كاركتر تنستعملو لا تكنيك ديال تومبليت سترينغز اللي هو تندير دولار وهنايا ندير لي زاكولاد اي غادي نأكسيدي لاتريبيو بطريقة لوبيراتور 10 دوت نيم انتر فوالا دابا عندي لا بوسيبيليتي انني نافيشي ولا نيكزيكوتي لا ميثود سبيك دابا بحال انا كريت اون ميثود وسط هاد لا فونكسيون دونك غادي نحاول نكسبلواتي هادشي الوغ تحت لا كرياسيون ديال لوبجي غادي ندير لوبجي شنو سميناه هو بيرسون دونك ندير بيرسون دوت غتلقاو دابا عندي لا ميثود سبيك و بليسكو مثلا افيكتي لها حتى شي بارامتر يسوفي نعيطها لها سو فورم دي ميثود على هاد الشكل الوغ بوان فيرغول اونغوجيستري و شوفو معايا لو ريزولتا الوغ افيشا ليا سلام اي ام محمد ابراهيم يعني يقدر ياكسيدي البروبريتي او لا تريبو لا تريبو نيم ديال لا فونكسيون او لا ميثود اللي تتلعب طون ديال اون كلاس دونك هذه الطريقه اللي كنا تنكريو بها لي فونكسيون او لا اون ميثود بور اون كلاس بون سي با اون كلاس مي تتلعب الدور ديال اون كلاس هذا تسمى البروتوتايب ميثود ضروري خاصكم تكونوا تتعرفوا هذا الشيء لانه غادي تلقاو في دي كود اللي هو تري سوفيستيكي غادي تلقاو بحال هذا تكنيك بروتوتايب وغادي تلقاو هنايا بيرسون اللي هي سي اون فورم دون فونكسيون وغيجيكم العجب دونك هذه تتسمى البروتوتايب ميثود سانتوما فهمتوها مزيان لاحظوا دابا معايا الا مشيت بدلت هاد لا فونكسيون انوني بالارو فانكشن لاحظوا دابا ملي تندير فانكشن تندير ديز تيقدر ياكسيدي لي زاتريبي ديال هاد لا ميثود بيرسون سون اوكان بروبليم هانتوما نعاود اكزيكوتي الوغ نود اندكس ها هو تيقدر يافيشي ليا لو نو لي دايز في البارامتر ديال لا ميثود نيم Par contre, puisque c'est une fonction anonyme, il a hit head function ou au table arrow. Je vous ferai des cas. Mais regardez, il peut pas accéder le headhook les attributs. علاش لانه ملي تنستعملو الارو فانكشن ما تيبقاش يعتبر ليا بان هذه راه سيت اون كلاس نو ما تعتبرهاش اون كلاس دونك لا بروشين فيديو غادي نتعلمو كيفاش يمكن ليا نخدم بلا نوسيون ديال لي كلاس يعني لورينتي اوبجي اون جافا سكريبت بور لانه كان حلينا البروبليم هو تايب سكريبت تايب سكريبت كان جا لانه فيه لا كوش ديال الترانسيباج التيب ديال لي فاريابل ديال لي ميثود وحلينا البروبليم ديال لورينتي اوبجي لانه في جافا سكريبت بور ما كناش نقدروا نخدموا بلورينتي اوبجي كوم il faut بلا نوسيون ديال لي كلاس بحال هذا الشكل كنا تنابليكيو هاد الطريقه هادي باش نقدر نكريي دي زوبجي باغ كونت اكتويلمون افيك ايكماسكريبت تيولي عندي لا بوسيبيتي نخدم بلا نوسيون ديال الكليسز لورينتي اوبجي اون جينيرال كان معكم محمد ابراهيم اذا عجبتكم لا فيديو بارتاجيوها مع لي زوتر بيان سور الى كانت لكم هاد لا فيديو انتريسونت ومفيده لكم ودعمونا بلايك ولما كنتي اول مره تشوف هاد الفيديو ديالنا تابونا في لاشين باش يوصلك ان شاء الله جديد كان معك محمد ابراهيم السلام عليكم